بس لو الشاب هذا اللي بحب أهله وقلبه عليهم يكسب مليون ليرة بعرفش كيف فجأة بصير زلمي. شعوبنا ومجتمعاتنا قاعدة تطرى بطريقة بشعة جدا. حاليا لساتنا منصيد بس منصيد مصاري. شوف شو عمل، شوف العمارة والمكبرها جلال اشتراها لحاله. المصاري إلها دخل برجولتك، يمكن قبل 100 سنة ما كان إلها بس حاليا إلها. مش الجاي أقول لك شوف أنا معي وانت معكيش، ها ها ها، أكيد لا. لازم افيع حالي قبل الفيديو. طالعة ايوه على علينا ويكبر راس. يلا المهم ندخل في الموضوع. يسعد ربكم يا اهل العالم، معكم جلال ابو مويس. قد ما بيجيني هالكومنت وقد ما مثلا الناس يمكن تعرفني او ميزتني من فيديو بيجي بيحكوا لي اياه، بيجي بيحكوا لي جلال هل الرجوله متعلقه بالمصاري؟ هل انا رجل بس يكون معي مصاري؟ اول اشي انت انولدت رجل، انت انولدت ذكر. هسا في فرق بين انك ذكر وانك زلمه. هل المصاري متعلقه بانه انت رجل؟ هسا مش 100% بس بشكل كبير طبعا متعلقة برجولتك. يعني انت روح ميز لي ايش تصرفات الرجل، شو الرجل بيعمل. الرجل بيدير باله على اهله، على امه اخوانه خواته، فاهم، على مرته، بيقدم لهم، بيعمل لهم، بيحميهم، بيسوي لهم. وهذا الاشي ما بصير وانت طفران. ان انت طفران كيف بدك تقدر تقدم؟ واسمعوني الحكي منيح لانه ربي انه هذا الكلام مش قاعد بنحكى عشان استفزك، هذا الحكي بنحكى لانه واقع. وهذا الحكي مش قاعد بنحكى عشان اقول لك عشانك ما معك مصاري انت مش زلمي. هذا قاعد الحكي بنحكى لك بدي اياك تسمعه عشان تعرف انه المصاري بتزيد مش بتعملك زلمي، بتزيد من رجولتك. ما ياما في زلام او ذكور نسميهم لانهم مش زلام، معهم مصاري بس مو زلام، مش رجال، مش رجل ما فيه رجولة. معك مصاري مش يعني ان انت زلمي، بس ان انت زلمي ولد زلمي وتربيت صح ومعك مصاري بتزيد من رجولتك. افهموا لي الحكي، لما بدك تحمي تقدم تعمل اي اشي للناس اللي بتحبهم مش هذا حقه مصاري. مثلا نفرض اهلك عليهم دفعة بنك للبيت وجيت قلت لهم خلص عمي ما في، انا بدي اسد لكم القرض وما بدي ابوي وامي يكون عليهم قرض مثلا، بقول لك مش هذا بدي اكلف مصاري. هذا موقف زلمي دغري، موقف زلمي، موقف رجولي. بدون مصاري تقدر تكون زلمي، بس بدك تعرف انه مع المصاري بتزيد من رجولتك. وانتوا فهموا علي، ضل كاش تحاول تغلطني بدل ما تشوف الصح في كلامي، بدل ما تسمع كلام جلال تقول والله كلامه صح، خليني اشوف ايش بقدر اعمل عشان اصير اعمل مصاري زياده، عشان اصير اقدر اقدم واعمل اشياء اكثر للناس اللي بحبهم. بيجيك واحد معوش يوكل ملتعن سنسفيل اللي جابه، بدل ما يكون قاعد مركز في حاله بسمع من جلاله وغيره ويتعلم كيف يقدر يوسع تفكيره ويتعلم له شغله يعمل من وراها مصاري، تلاقيه قاعد اول ما يسمع كلام زي كلامي شو بقول لك؟ لعمي هذا شايف حاله علي، هذا زلمه مستفز، هذا زلمه، هذا هذا هذا، كل اللي بيحكيه علي نفسه يكون زيه. ومع ذلك بعيد لك، جلال مش ضدك، جلال معك. المصاري إلها دخل برجولتك، يمكن قبل 100 سنة ما كان إلها بس حاليا إلها. قبل 100 سنة شو كان الزلمة يعمل؟ شو كانت المواقف الرجولية زمان؟ أيام زمان مثلا اللي كان يطلع برا مرته بالكهف تطبخ وتعمل وتسوي وداير بالها على الأولاد، بتلاقي الزلمة طلع وقاعد بصيد، بروح بصيد فيل، بصيد حيوان اللي يذبحه، حيوان مفتل اللي بذبحه عشان يجي يقدمه لأولاده لمرته للناس اللي هو معيل إلهم. ايام زمان الزمن تقدم، مش مضطر تصيد. هذا بتضطر تصيد مع نسبه الطراوي الموجوده بشباب هالايام، والله نمله ما بصيد. بس المهم الزمن تقدم، حاليا لساتنا منصيد بس منصيد مصاري، منصيد بيعه، منصيد بزنس. يعني لساتك بتصيد بس بتصيد بشكل مختلف. فعشان تعرف تقدم، زمان كان الزلمة اللي يصيد يجيب الذبيحة على كتفه ويقدمها لعيلته. الأيام هاي شو بتجيب؟ كيس المصاري على كتفك، بتجيب مصاري عشان تعمل وتسوي عشان تعرف تقدم للناس اللي انت معيل إلها، الناس اللي بتحبها، هي مرتك، امك، اختك، مين ما يكون، عشان تقدم لهم حقه مصاري. هدف الفيديو مش يقول لك ان انت ما معك مصاري انت مش زلمي، هدف الفيديو يقول عشان يفهمك انت زلمي، بس عشان تقدر تقدم للي بتحبهم يعني مواقف رجولية، هذا الحكي حقه مصاري. شئت ان ابيت، بدك تغلطني، بدك شو ما بدك تحكي، الصح
انتوا عارفينه، معظم الزلام بتحس بالنقص وبتحس انها مستحية من حالها لما تشوف الناس اللي بتحبها قاعدة بتتعب في هالدنيا ومش قادرين يعملوا لهم اشي. شو اصعب على الزلمة من انه يشوف مثلا مرته بتشتغل وبتتعب وبتنذل من مديرها بالشغل، او يشوف امه بهامل هم وبقلبها بده يفقع، طافي قلبها من الهم على هموم اخر الشهر، من اجار بيت، من فواتير، من 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 من. لما الابن يشوف اهله متبهدلين هيك طبعا بده يحس بالخجل من حاله، بحس باشياء بشعة، بحس بالنقص. بس لو الشاب هذا اللي بحب اهله وقلبه عليهم يكسب مليون ليرة بعرفش كيف ويقدم لاهله، فجأة بصير زلمي، بصير يحس بالرجولة. انا قدرت اعمل واسوي. شو الرجولة؟ انك تفوز في هالدنيا، تفوز وتعمل مصاري وتقدم للناس اللي بتحبهم. شو مواقف الرجولة؟ لما يكون اللي بتحبهم متبهدلين وتيجي انت تحكي عندي الموضوع، عندي انحلت، منتهية، يما مش مضطرة تشتغلي، أختي مش مضطرة تشتغلي، وأنا سندك، شو بدك؟ خالصة، مش مضطرة. هاي اسمها رجولة، بس قاعد لي بالدار ومستني اللي حواليك تعمل وتسوي ومتبهدلة، ونسوان عيلتك متبهدلة في سوق العمل، وانت قاعد بالدار مقضي لي اياها ببجي ولا طرنيب ولا مع الشباب ولا أبصر إيش، ومفكر حالك زلمي عشانك انولد ذكر. في فرق بين الذكر والزلمي، الذكر مش زلمي. تنولد ذكر بس مع الدنيا وشو بتعمل من حالك بتصير زلمي. شعوبنا ومجتمعاتنا قاعدة بتطرى بطريقة بشعة جدا، وقاعدين منشيل فكرة انه لازم تنجز وتعمل من مجتمعاتنا بشكل عام. على اي اساس؟ ومن امتى؟ من امتى الزلمي بصير، الذكر بصير زلمي بدون انجازات؟ كيف بتقدر تكون زلمي او تحكي عن حالك رجل قد حالك وحريمك تعباني وناسك تعباني واللي حواليك تعبانين ومش قادر تعملهم وتسوي لهم؟ بدكم تفهموا الانجازات مهمة، المصاري مهمة، وعشان تعمل مصاري بده يكون عندك انجازات اللي عملت لك مصاري، صح ولا لا؟ جلال انولد ذكر وطول عمره بيحكي عن حاله زلمي، عن حاله هو بيحكي عن حاله. بس متى الغريب والغير والناس صارت تقول جلال زلمي؟ لما جلال صار يعمل وينجح ويكسب ويعمل مصاري وما يخلي حدا يحتاج تعريفي إلا واقف معه، من اللي بحبهم، من عيلتي، وصارت الناس تشوف إنجازات جلال على الشاشة، شوف شو عمل، شوف العمارة والمقبرها جلال اشتراها لحاله، وبدون مستثمرين بمصري، والله جلال أنجز، والله إنه زلمة، قدر يعمل هالإشي من ولا إشي من حاله، من دون ما حدا يعطيه تعريفي، ولما كانت الدنيا كلها قالبة عليه، وقف وعمل وسوى وأنجز. افهمولي هالدنيا صح، بنفعش نضل نشيل الشغلات اللي من حياتنا اللي بتعمل منا أشياء أحسن بس عشانها صعبة، إشي ما قدرت توصل له ما تشيله من حياتك، بتخليه تستمر وبتجيب أبو أبوه. قوي حالك، احكي مع حالك، تحكم بحالك. لهالدرجة الطراوي صايرة؟ لهالدرجة الفرفرة جواتك واصلة؟ إشي حاولت له بدك توصله تعمله تاخده إلك تخليه لك تحطه على اسمك، إنجاز على اسمك، شلته من حياتك عشانه صعب؟ استسلمتي يما؟ استسلمت؟ استسلمتي وليه؟ ولا قوم اعمل، قوم اعمل. كل هالحروب اللي قادتها رجال عشان تفتح البلد اللي وتوقف البلد اللي انت فيها، عشان تعمل الناس جوا البلد، تبني مجتمع ضعيف من وراك. اللي بضعف المجتمع الزلام اللي فيه، او اللي بيقوي المجتمع الزلام اللي فيه، فكر الزلام اللي فيه. بس هاي موضة اللي جديد صايرين نسمعها، مش ضروري اقول لك من مين انا سامعها، روح احكي مع نسوان المجتمع، اسمعوا منهم عن رجال هالايام، ذكور مش رجال، ذكور هالايام. ياما عندكم نسوان بتقول لك يا عمي شو صار بالازلام؟ ليش هيك طريانين؟ ما حدا قادر يعمل يسوي، صار الزلمه يدور على مره زيه، مره تغلبت اضطرت تاخذ موقف رجل لانه ما فيش حدا بحياتها عشان تقدر تعمل وتقدم لحالها، بيجي بدور على هاي عشان تقدم معه، قدم معه. طبعا المرة بتقدم بالبيت، بالترباي، بالتعليم، بالخلفة، وبتضحي، وواجباتها أصعب منا. ترى الخلفة والترباي والتعليم وهذا الحقيقة كله، هذا كله صعب، مش قاعد بستقل فيه، هيك المرة قايمة دورها. بس إسلام هالأيام طبعا مش الكل، بعيدة هالجملة حكيتها كثير، إلا من رحم ربي، مش قادر يقدم اللي عليه، بدك إياها تخلف وتربي وتشتغل وتتصرف على الدار معك، وبتيجي بتحكي البنات هالأيام غير،
شو اللي غير؟ انت اللي غير، انت اللي غير. غيرت مفاهيمك وعاداتك وتقاليدك لانك ما قدرت توصل للي بدك اياه، وبس تشوف حدا واصل باي مرحله زي جلال ابو مويس، بدل ما تاخذ منه تحفيز او 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 يفتح لك فكرك كيف انت تعمل وتسوي الك عشان تزيد من رجولتك، تيجي بتقول لا عمي هذا غلط، بتوقف ضده. مش ضروري جلال، يمكن حد من اصحابك كمان قلبت عليه لانه قدر يعمل اشي انت مش قادر تعمله. سيب صاحبك في حاله، سيب جلال بحاله، اتعلم منهم وصير زلمي بدل ما تيجي تحكي بنظروا علي والله ابصر شو بتحكي. يلا عن ام الطراوي، اوف شو صاير في ناس هالايام، قسما بالله. ولك شد حالك انت وياه وياه، شدوا حالكم، اكبروا بحالكم، حط اهداف كبيره، اسعى واوصلها. فشلت وقعت على ركبك عادي، بتوقف وبتقوم وبتحاول مره ثانيه، وطول ما انت بتعمل هيك انت اللي حتوصل. بس انك تستسلم، شو جايك منها؟ شو جايك من انك تستسلم؟ غير الخيبه، غير المرمطه اللي بتيجي مع الفقر، ما كله حسينا فيه، كنت في يوم فقير ما معي، واجا يوم عايش معي، لو يرجع الوقت برضه برجع اختار يكون معي. مين بيختار الحياة الصعبة قدام الحياة السهلة أو الحياة الأسهل؟ لأنه برضو لما يكون معك مصاري في صعوبات تانية بالحياة، بس باخذ الصعوبات هاي عن الصعوبات اللي بتيجي مع الفقر، لأنه بقدر أتحمل أي صعوبات إلا صعوبة أشوف مثلا أمي ولا أختي محتاجيتني مش قادر أوقف معهم. بتحمل أي مرمطة من الدنيا بتيجي مع الزلم اللي بيعمل وعنده مصاري، بس ما بقدر أتحمل إنه أمي تحتاجني بشغلي لا سمح الله وما أقدر أقدم. فاهمين هاي شو معناتها؟ فاهمين قلة الرجول اللي بتحس فيها لما امك اختك مرتك اللي بيعزوا عليك محتاجينك بشيء بسيط ومش قادر تقدم؟ اشي بسيط يعني مصاري، مصاري بالنسبه لي اشي بسيط، تعرفوا ليش؟ لانه اذا تعبت بقدر اغير، بقدر اغير واخلي يصير معي واقدر اقدم، فعشان هيك بعتبرها اشي بسيط. انا بدي اقول لك كلمه بدك تفهمها، شو ما تكون مشكلتك، شو ما تكون، اذا قادر تدفع وتحلها ما عندك مشكلة. انت ما عندك مشكلة، انت مشكلتك الاساسية مش قادر تعمل مصاري، مشكلتك الاساسية فكرك غلط، اولوياتك غلط. عيد حساباتك، عيدها واحسبها صح وخلي يصير معاك وصير قوي، وبصير لك كلمة ووزن فعل، وبتصير مواقف رجولة تنحكى ومستحيل تنحكى بدون ذكر اسمك. ليش لا؟ اكبر في حالك، بكف تعيش ضعيف مذلول بتلوم اللي حواليك وبتلوم كل إشي قبل ما تلوم حالك. اقوى، اكبر، حط هدف عالي، انا معك مش ضدك، انا جاي احفزك واغيرك للاحسن مش للأسوأ. مش جاي اقول لك شوف انا معي وانت معكيش ها ها ها، اكيد لا، انا جاي اقول لك زي ما انا معي وعملت، انا بيوم كنت محلك وتغيرت وإجا وقتك تتغير، وجلال عبارة عن إشارة من الله إلك إنك تبلش تتغير اليوم. خد قرار، خد قرار تتغير، تغير من اليوم، خد اعمل قرارات جديدة بحياتك والتزم فيها، وقد ما صعبت خليك ورح تزبط. والله العظيم إذا بتستمر رح تزبط. ربك بحب اللي بتعب، بحبهم كتير كمان، وربك كريم الحمد لله، وحيعطيك. بكفي تضلك تسمع للناس السلبية، اعدمهم من حياتك، مش طنشهم، اعدمهم من حياتك ومن تهية. ويسعد ربكم يا أحلى عالم. Let's do this.